السلام عليكم خواتاتي خياتي، اليوم ندير لكم وصفه مليحه، هي تورته بالسلق. وهذه العجينه عجينه سحريه، ننجمو نديروها مالحه وننجمو نديروها حلوه. اما الوصفه واش فيها؟ واش فيها العجينه؟ فيها كاس ماء دافي، فيها كاس حليب دافي، فيها نص كاس تاع زيت، ومعلقه تاع خميره تاع الخبز، باكي تاع النوارة هي لا ليفيغ شيميك في 10 غرامات. وفي الحشو واش فيه؟ نستعملو السلق، انا طيبناه غليناه وقطعناه، ونستعملو البصل. دوك تشوفوا كيفاه زعما نبداو قبل بالعجينة. العجينة نديروها واش فيها؟ نبداو ببركة الله نديرو هذا الكاس اللي قلت لكم عليه، نزيدو له كاس حليب دافي، نزيدو له نص كاس زيت، نخلطو كاع المقادير. وصفة هايلة وعجينة مليحة، تجي مالحة كيما قلت لكم، وتجي حلوة كيما هي سالي ولا سكري بالفرنسية. نخلطو هاد المقادير، بداتي تشوفو كيما خلطنا المقادير، الحليب والزيت وما، نزيدو له شوية شوية ملح، كيما قلنا هادي سالي وتنجم تكون الحلوه، دير لها سكر بلاصه الملح، ونزيد مغرفه تاع خميره. نخلطو هاد المقادير، من بعد نزيدو الفرينه مغربلينها هكذا، ومعاها باكي تاع نوار. نقعدو نخلطو خواتاتي حتى تولينا عجينة. شوفو خواتاتي، هاهي ولات عجينة كيما قلت لكم، عجينة سحرية توالم كاع العجائن الحلو المالحين. دوكا ناخذوه نخليو هذاك اللوين تاع اللي درنا فيه، نديرولو غير شوية زيت باه متسرقناش، ونحطو لها هكذا ونخليوها تخمر. ومن جهة أخرى درنا المقلة تاعنا، درنا لها قطرة زيت، ناخذو السلق تاعنا اللي طيبناه غليناه مليح وقطرناه، نحطوه هكذا، نحطوه هكذا فوق البسمة مع شوية بصل، حبة بصل عطي وفاصة ملح. فرصة كركم، شوية كركم اللي هو مفيد للصحة، هكذا نقعدو نقلو فيه، واللي عندها زنجبيل وشوية ملح. هاكا خواتاتي شوفو، بسينا هاذيك هذاك السلق مع شويه كركم اللي هو مفيد للصحه، وشويه بصل، واللي عندها نزيدو شويه زنجبيل، ما عندوش ما يدير الزنجبيل، حنا انا ولادي ما يحبوش ما درتلهمش، واللي عندها زنجبيل ولا فلفل اكحل تحب الزيت زيت. نزيد قليلا من الصحانات هاك قليلا، خلي غير شويه برك، نخليوها تتقلى برك شويه، ومن بعد نطفيو عليها ونوري لكم كيفاه نسويها في العجينه. شوفوا خواتاتي، حلينا هكا العجينه في البلون طافاي تاعنا، ومن بعد نديرو شوف الحشو تاعنا هكا فرماجو كامل، ولا تحبوا كاش ما تزيدوا طون فرماج بيون داشي، انت واش تحبي، حال حبيتي تزيدي معليش، كل واحد واسمو. نبداو نديرو لها هكا، شوفوا خواتاتي هكذا، ومن بعد المغيب العقل هكذا، باش العجينه هي خفيفه مدى هكذا. شوفوا هكذا نسيوها مليح هكا، نحلوها هكا. هذا خواتاتي هنا ناخذو موس ونبداو نحلو هكا في الاطراف هكذا هكذا، بالموس جرارة واش عندك، واش عندك في الدار هكذا خواتاتي.
صيبوا هذو كاع الامورات وجاي رمضان كل مره واش نديرو. هذا اخواتي بعدا نحكموا هذه الاطراف شوفوا كامل نجبدو مغيب شوي هكا هكا هكذا خوتاتي ندوروها وندخلو هكذا هكذاك شو الخبزة شوف هكذا بعدا ناخدو الصينية تاعنا كنوريلكم شوفوا خواتاتي ها حطيناها في البابي سيلوفان تاعنا ونخليوها هكذا ونخليوها تخمر مره ثانيه ومن بعد نوري لكم كيف ندهنوها ونحطوها طيب. شوفوا خواتاتي ها شوف كي خبرت لنا بعدا ناخذوا حبه البيض نديرها شويه قهوه باش تجينا محمره مليحه هكذا شوفوا خواتاتي ندهنوها كامل مليح هكا بالبنسو تاعنا تاع السيليكون ندهنوها مليح نديرو فوقها هكذا شويه تاع سانوج هكذا خواتاتي ومن بعد نكملو ندهنوها كامل مليح ونحطوها طيب ونوريها لكم في صحن التقديم. شوفوا خواتاتي كيف جاتنا الخبزه شوفوا جاتنا ما شاء الله للعائله ونحبوا صغروها هي العائله كبيره هكذا وكنقسم لكم شويه منها وتشوفوها ها شوفوا حتى هشيشه شوفوا قد يدكم شوفوا خفيفه مليحه للعائله نقسم لكم شوفوا هاكا شوفوا خواتاتي هي مازال سخونه كيما خرجناها هكذا نقسم لكم شوفوا خواتاتي شوفوا كيف جاتنا شوفوا سخونه يتفور شوفوا معمره وجهو كامل هاهي وبصحتكم هاي خواتاتي بصحتكم بصحتي وما تنساوش تفعلوا الجرس وديروا اللايك وان شاء الله يبسكم جديد بقوا على خير.